السلام عليكم. وداع الجليل رئيس النقابة الجهوية المهنية للمصارين جهة بلاد خليفرة وعضو النقابة الوطنية. اليوم عندنا لقاء تواصل للبحث في واحد المقتضيات وواحد التهجم من طرف لوبيات أطباء العيون، وهنا جينا باش نشرحوا ونفهموا الرأي العام ماذا يجري وبماذا يتهموننا مثلا. فأطباء العيون كيقول لك بأن احنا كنديروا قياس النظر وهو عمل يعني شكون أبل أكت ميديكال، يعني هذا قياس البصر ماشي فحص طبي، هي عملية تقنية ودرسنا عليها لمدة ديال 3 سنين حتى 4 سنوات، وهذا التخصص ديال المبصرين والنظارات. هذه من جهة. من جهة ثانية أنا بغيت نوضح واحد الشيء اللي ديما هما كياخذونا منه أطباء العيون، وهو أن مزاولة المهنة ديال المبصري هي فقط على كتدار على بيع النظارات، ولكن المبصري ماشي الغاية ديالو أو المهمة ديالو هو بيع النظارات، هو كيزاول المهنة يعني في قياس البصر وكي عنده مستلزمات طبية وكاينة هنا تجارة. المسألة اللي كياخذونا منها وهي اللي كاينة في ما نسميه بلوتوريزاسيون، لوتوريزاسيون كتبين بأن بائع النظارات بالتقسيط، هما ترجموا هذه المسألة ديال اوبتيسيان لونيتيي، يعني إلا درنا لا تخديكسيون ديالها بالعربية هي مبصري نظارتي وليس بائع النظارات بالتقسيط، لأن بائع النظارات بالتقسيط وهي فوندور دو لينات اون ديتا، هذا كيتلاعبوا بها. المسألة الأخرى وهما يعني شدوا عندنا واحد الحرب شرسة وجمعونا كنا في خندق واحد، يعني كاع لي زوبتيسيان ولا المشاهدين داروا لنا بحال حنا يعني بحالنا بحال هذا، وهذه مسألة خاطئة. أمراض الصامتة عالميا ما كاينش تشخيص دقيق لهذه المسألة ديال الأمراض الصامتة، لأن في الكون في التكوين ديال الإنسان كانت زادوا خلايا سرطانية يعني صامتة، خلايا عادية، وهذه ما يمكنناش نعطيوها سكون أبل دي تريتمون بريفونتيف باش نحبسوها، ولا نقول مثلا انا راسي ما دارنيش ونقول لك ناخذ دابا دولي بران ولا شي مهدئ ولا مسكين باش ما يضرنيش راسي. حنا حتى تيكون المرض عاد يمكننا نشخصو ويمكننا نديرو العلاج ديالو. هذه من جهه. من جهه ثانيه فيما يخص يعني فين وصل الملف دابا، يعني الملف الحالي اذا غادي يعرض نهار 16 يوليوز على الغرفه الاولى للتصويت، وحنا درنا لقاءات مع برلمانيين ومع ناس متخصصين في هذا المجال، وكنطلبوا من الله باش يكون هذا التصويت هذا. حنا ما كنطلبوش يصوتوا دابا، حنا كنطلبوا باش يكون لقاء مع وزارة الصحة مع السيد الوزير ونشوفوا فين الخلل كاين. راه ما يمكنناش نجيو نحيدوا 4500 مبصري، نحيدوا ليه واحد القانون اللي هو متشبت به وظاهر من 1954، علاش؟ ما عرفش علاش. وهنا كنبغي نوضح بان لا حيدنا المساله، يعني غادي نشجعوا العشوائيه، بما ان هذا السيد ولا هذه السيده قراوا من بعد 3 سنين او 4 سنين ومشيت منعوا من بعد ما رخصتي ليه من الامانه العامه لمزاوله المهنه، هذا راه لا يعقل. هنا كاين شي حاجه اللي كنسميوها حنا كنعطيوها علامات الاستفهام، او كاين واحد الشيء اللي كنسميه الليبراليه الاقتصاديه السياسيه، وهذه الليبراليه السياسيه الاقتصاديه كانت في القرن 17 و 18، وهذه كانوا كيستعملوا هذوك المعمرين باش كيستولوا على البلاد باش كيستعمروها، يعني كيحيدوا ولاد البلاد وكيجيبوا هذوك الاتباع ديالهم وكيطبقوا عليهم المسائل هذه. حنا ولات في 2019 بغاو يطبقوا عندنا، نرجعوا القرون ديال 17 و18 اللي كانت بريطانيا وفرنسا معمرين. حنا ما بعاد على هادشي، وكنطلبوا من الله باش ما يتاخذوش قرارات ضدنا، لان هنا راه كتقيس حتى بامن البلاد وبالاستقرار ديال البلاد، لان غتولي
لو شوماج يعني الشوماج غادي يولي تشتيت الاسر غادي يولي العشوائيه غادي لان الانسان خاصو يعيش باش يعيش الله اعلم. شكرا لك.